السلام عليكم، شكرا على الاستضافة أخي يوسف، تبارك الله عليك. السلام عليكم، معك بلال العباس من مدينة طنجة، أبو ريان. أنا عندي ابن ديالي ريان، وكنت أسف على العائلة ديال ريان، وكان مبلغ لهم تعازي حارة من طنجة إلى القويرة، وكان مبلغ تعازي حارة والشعب المغربي طبعا وكل استحقاق. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الابن هذا تا هو كنحسبه ابن ديالي أنا، وتا أنا عندي ابن ريان. لا إله إلا الله، أنا عندي في البيت ديالي واحد الاسم هذا ريان، تا أنا عاوتاني عشت واحد اللحظة في البيت ديالي. إيوا هادشي هذا وقع، هادي مكاتب وهذه رسالة عند سيدي ربي. إيوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يبارك فيك. الوجود ديالي انا هنايا، انا كنقدم واحد رساله لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، الله يطول له في العمر، الله يحفظه، الله يخليه لنا ان شاء الله باذن الله. انا كنقدم له واحد رساله، كان جل الحي ديالنا كسراغتا حي جديد، جاي دشن واحد مركز ديال الادمان الحي الجديد، وقدمت له واحد الرساله وتم الطلب ديالي. عيط عليا مقدم، داني الولايه، مشيت للولايه كما العاده، كما قلت في الفيديو السابق عملوني مزيان، قالوا لي شنو خصني، قلت لهم خصني مأدونيه اجره صغيره ديال طنجه. عطوني واحد الرابور، عمرته بغيت نصور داك الرابور، ما خلوني شي. المهم عملوا خدمة ديالهم، كان رفع لهم القبعه ديك السلطه المعنيه، تبارك الله عليهم من هذا المنبر. مشيت في حالي دازت واحد تقريبا واحد 20 يوم، رجعت للولايه كنسقسي على المأدونيه، كنت فاجئ ما كاين حتى شي حاجه. واخا عاود مشيت في حالي، دازت تقريبا واحد عاوتاني واحد شهر، عيط طالع هواد اش غنقول لك، مرت نفسانيا واحد الوقت. دخلت 2019 كتبت رسالة لسيد الوالي، وعندي رسالة ديال اللي قدمتها لسيد الوالي. هادشي 2019، وانا تلقيت صاحب الجلالة محمد السادس الله يحفظه الله يطول له في العمر، تلقيته في 2018 في رمضان جا الحي ديالنا. في 2019 عاوتاني عيط طلع هواد، والو، لا حتى شي واحد ما كيجاوبني، حتى شي واحد ما كيعبرني. سوء الحظ ديالي، انا ما عرفتش شنو واقع لي في هذا الملف ديالي، وانا متاكد جلاله الملك ما بخلش عليا، ومتاكد صيفط لي الكريمه، ومتاكد علاش، حيت الولايه طلبت لي فوتوكوبي ديال لاكارت وجوج ديال التصاور. ملي الولايه طلبت لي فوتوكوبي ديال لاكارت وجوج تصاور وعطيتها لهم، هنايا كنثبت باللي راه الكريمه صيفطها لي صاحب الجلاله محمد السادس الله يحفظه الله يطوله في العمر. دابا ما توصلتش بيها، وكنت ديجا عملت واحد فيديو مع اش وقع تي في، وكنت نزلت نمره التليفون ديالي في فيديو، وعيط عليا واحد الشخص مجهول الهويه، والصراحة اسم ديالو تنسالي، ولكن عندي النمرة التليفون ديالو، وكان قال لي وجد واحد 2 مليون ديال السنتيم باش تخلص دار الضرائب، راه الملف ديالك هو معايا انا في الرباط. فهمتي؟ قلت له زعما علاش نوجد داك 2 مليون؟ قال لي باش تخلص دار الضرائب، باش ملي كتموت انت كترجع لك الكريمة في سمية ديال وليداتك. انا فرحت، ماشي مشكل، فرحت، قلت له واخا مرحبا. قال لي جي في يدك 4 ديال التوار، جي في يدك 2 مليون ديال السنتيم، وجي في يدك ديك البطاقه ديال التلقيح. قلت له انا بطاقه ديال التلقيح ما عنديش. المهم بقيت انا وياه خدوه العطاء بكلمات. قال لي غدا ان شاء الله باذن الله نتلاقاو في الولايه انا في الرباط. واخا على غدا عيط عليا في 10 الصباح،
قال لي شوف انا عامل معك مع الوحده، العمل معك اللقاء مع الوحده نعمله مع الطناش باش هذه، حيت انا عندي بعد اللقاءات. قلت له واخا. مع الطناش مشيت للباب ديال الولايه، دخلت المطاع ديال بيرو ديال لاكريمات، كنت فاجئ ما كاينه حتى شي حاجه في السميه ديالي. كنعيط في ديك النمره، التليفون ديالو مطفي. دابا كنوجه رساله لصاحب الجلاله، راه انا ما وصلت لي حتى شي حاجه، ما وصلت ليش لاكريمه، ما وصلت ليش المأدونيه، انا حسيت براسي في واحد العزله، وكان رفع قبعة عن السي الحموشي يشوف هذا الشخص هذا شكون اللي عيط عليا، حيت هضر معايا بواحد الطريقه كاينه اللغه ديال الاداره، قال بغى ينصب عليا ولا المهم. انا خصني نشوف هذا الملف هذا شنو فيه. هاي بلا في نظرك ان الشخص هذا واش فعلا عنده معلومات الملف ديالك ولا شي واحد نصب؟ انا ملي كان كيهضر معايا بواحد الطريقه ديال الاداره، انا ثقت به وقلت له انا نجيب ديك جوج د مليون ديال السنتيم صافي. انا حسيت الميساج ديالي وصل لصاحب الجلاله محمد السادس الله يحفظه. يعني يا خيبي دابا انت كتشك ان الكلمه ديالك خداها شي واحد؟ انا تايق في جلاله الملك، ميبخلش عليا، وتايق بجلاله الملك صيفط لي لاكريمه، وانا تايق لاكريمه خرجت. لاكريمه راه يمكن خدامه اللي كيستافد منها شي واحد اخر، ممكن يمكن يد الخفيه كيستافد منها. انا ما كان نتهم حتى شي واحد في الولايه، المهم كاينه اليد الخفيه يمكن دات هاد لاكريمه. انا ما شبرت حتى شي حاجه، اذا خرجت في السميه ديالي وتقلبت في السميه شي واحد اخر، المهم انا ما شبرت شي لاكريمه في يدي. خايب واش انت محتاج لهاد لاكريمه؟ اكيد لو ما كنتي بغيت نقدم ديك الرساله لصاحب الجلاله، ما كنتش انا نقدم، ما كنتش محتاج، ما كنتش نقدم له ديك الرساله. مادام قدمت له ديك الرساله أنا اكيد انا محتاج. اليوم بلال ما كيوجه رساله؟ كيوجه رساله لصاحب الجلاله محمد السادس الله يحفظه الله يطوله في العمر، يشوف هذا الملف ديالي، وانا تايق في جلاله الملك ما يبخلش عليا بهذا المأدونيه اجره صغيره ديال طنجه. تبارك الله عليك يا بلال. تبارك الله عليك. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.